نعم صباح الخير من جديد لنا وإبراهيم. يعني إحنا كما تحدثنا قبل قليل أن الآن في محطة الأغوار الجنوبية للبحث والتدريب والإرشاد الزراعي التابعة لجامعة موتا، محطة الأغوار الجنوبية، وهذه يعني المحطة في غاية الأهمية في مجال التدريب والإرشاد الزراعي، طبعا تابعة لجامعة موتا وكلية الزراعة في الجامعة. سنتحدث مع عميد الكلية الزراعة في جامعة موتا الدكتور عادل عبد الغني لنتحدث عن بداية عن ماذا تقدم كلية الزراعة في مجال البحث العلمي والإرشاد الزراعي، طبعا في خدمة طبعا التدريب الطلبة وخدمة المجتمع المحلي. يسرنا أن يكون معنا الدكتور عادل عبد الغني عميد كلية الزراعة في جامعة موتا ليحدثنا عن كلية الزراعة وما تقدمه للطلبة والمجتمع المحلي. أسعد الله صباحك دكتور. صباح الخير لك أخ عبد الله ولكادر برنامج يوم جديد وللمشاهدين الكرام. طبعا كلية الزراعة أنشأت سنة 1994 وهي يعني امتداد للمدرسة الزراعية الذي يعود تاريخها إلى سنة 1951، حتى تعتبر كلية الزراعة من أقدم الصروح العلمية على مستوى المملكة. طبعا كلية الزراعة تتميز أنها بيت خبرة يحتوي على جميع التخصصات، فإن في كلية الزراعة أربعة أقسام أكاديمية. القسم الأول هو قسم الإنتاج النباتي، وقسم الإنتاج الحيواني، وقسم التغذية والصناعات الغذائية، وقسم الوقاية والمكافحة المتكاملة. طبعا شغلنا في كلية الزراعة يعني يتم على ثلاث محاور. احنا هدفنا التعليم وتدريب الطلبة ليكونوا قادرين على تطوير الزراعة في الأردن، وأيضا احنا نعمل على محور البحث العلمي والبحث العلمي الموجه لحل مشاكل المزارعين في الأردن، وأيضا نعمل على محور ثالث وهو خدمة المجتمع، ونقدم للمجتمع دورات زراعية إرشاد يعني لحل مشاكلهم يعني اللي بواجهوها. وإحنا أبوابنا دائما مفتوحة لأي مزارع بحب يأخذ استشارة، بحب يأخذ خدمة من كلية الزراعة. يعني إحنا يعني هاي المحاور اللي إحنا بنشتغل فيها، وأعضاء هيئة التدريس مستعدين، والكادر الفني في كلية الزراعة مستعد دائما لتقديم أي خدمات تخص المجتمع المحلي وتقديم الدورات يعني الهادفة التي يعني تعمل على يعني تخلي المزارع يقوم بالممارسات الزراعية المناسبة. دكتور، محطة الأغوار الجنوبية طبعا تم اختيارها في منطقة شديدة الملاحة وغير صارحة للزراعة، وتوقع انها مكان يعني مناسب يعني التدريب ومناسب للبحث يعني للزراعات، ممكن انها يعني يكون مناسب لهذه الأرض. فاختيار هذا الموقع تكلمنا عن هذه المحطة بشكل عام، مساحتها، ويعني كيف استفاد ابناء المجتمع المحلي من هذه المحطة في الأغوار الجنوبية؟ طبعا هاي المحطة مساحتها 270 دنم، واحنا يعني بنهدف في هذه المحطة بشكل رئيسي الى يعني عمل بحوث اللي هي بتحل مشاكل الملوحة في الارض، ومن احد هذه الحلول هو استخدام تقنية الهايدروبونيك او الزراعة المائية والزراعة في بيئة صناعية. هذا الهدف الاول. والهدف الثاني انه احنا نختار زراعات معينة مثل زراعة النخيل اللي انتم شايفينه، والبنك الوراثي اللي راح تشوفوه كمان شوية، اللي هو الهدف منه ايضا انتخاب سلالات يعني او تراكيب وراثية يعني متحملة للملوحة. طبعا هاي كلها الاشياء نطلع عليها المجتمع المحلي من اجل نقل التكنولوجيا، وايضا يعني بنطلع المجتمع المحلي بنتائج الابحاث اللي هي بنقوم فيها من اجل استخدامها على ارض الواقع. دكتور، مؤخرا جامعه مؤت حصلت على جائزه ضمان الجوده المستوى الذهبي. نعم. فيعني يعني نطلع المشاهدين ما هي هذه الجائزه، ويعني شو مواصفاتها، يعني من اين حصلتوا على هذه الجائزه؟ نعم، احنا جامعة مؤتة كلية الزراعة في جامعة مؤتة، والحمد لله يعني بجهود مباركة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية حصلنا على شهادة ضمان الجودة بالمستوى الذهبي، وهي شهادة تصدر عن هيئة مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. والحمد لله رب العالمين احنا حققنا المعايير المطلوبة من هيئة مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي احد يعني حنحكي المعايير اللي احنا حققناها هي البحث العلمي، خدمه المجتمع،
وأيضا إحنا يعني حققنا معيار إنه البرامج الأكاديمية عندنا تعمل بكفاءة عالية جدا. دكتور عادل عبد الغني عميد كلية الزراعة بجامعة مودي، شكرا جزيلا لك. نعم لانا وابراهيم، يعني سيكون معنا ايضا المهندس باسل الطراوني ليحدثنا بالتفصيل عن هذه المحطة، ويعني ماذا تقدم وما هي يعني الزراعات التي سيزرعونها في هذه المحطة، وهي ما هي خططه المستقبلية. احنا نتحدث عن 270 دنم في محطة الأغوار الجنوبية، خلفي يعني كما شاهدتوا في بيوت بلاستيكية مقامة على 70 دنم. فللحديث التفصيل عن هذه المحطة معنا المهندس باسل، أسعد الله صباحك. صباح الخير أخي عبد الله، صباح الخير لكم جميعا كادر يوم جديد، وصباح الوطن الجميل. تفضل مهندس باسل، تحكي لنا عن هذه المحطة. يعني هذه البيوت البلاستيكية يعني قبل سنوات يعني جينا لهنا وكانت يعني تنتج العديد من الأصناف، ما هي يعني الآن أعتقد أنكم بتعملوا لها صيانة، فلذلك تحكي لنا عن هذه البيوت البلاستيكية وعن المحطة، وما هي خططكم المستقبلية لمساعدة طبعا الطلبة، تدريب الطلبة ومساعدة المجتمع المحلي. حقيقة أخي عبد الله المحطة تم زيارتها سابقا من قبلكم، خليني أعطي لمحة عنها، لمحة بسيطة. إحنا هاي المحطة زي ما حكى عميد الكلية تتكون تقريبا من 270 دنم، موجودة وتتميز بأنها في منطقة شديدة الملوحة، صعبة الزراعة فيها، لذلك لجأنا طبعا في الزراعة دائما التحدي هو شيء للنجاح، حتى نعود طلبتنا على أنه كيف بدنا ننتج في ظروف صعبة أو في بعض الأحيان مستحيلة، فدائما تنوجد الحلول. إحنا لجأنا إلى مشروع اللي هو الزراعة المائية وأنتجنا في المرة الأولى، الآن المشروع إعادة صيانة بعد طبعا بعد مرور 3 سنوات على إقامة المشروع، أكيد بصير عندنا تغيير للبلاستيك، بصير عندنا تغيير لقشور جوز الهند المستخدمة، هي كلها مدتها 3 سنوات، فبدأنا بإعادة أعمال إعادة الصيانة. الحمد لله الأعمال قائمة بشكل جيد جدا، من المتوقع إن شاء الله مع بداية العام أنه نبدأ بالزراعة، لكن هاي المرة حبينا أنه نظرا لظروف الجائحة اللي حصلت أنه نتجه اتجاه آخر أيضا في زراعتنا، أنه نتجه للنباتات الطبية. احنا بتعرف الجامعات الأردنية ومنها جامعة مؤتي جامعات أكاديمية بحثية، جامعة مؤتي بتمتاز بأنه موجود فيها خبرات أكاديمية سواء في كلية الزراعة، في كلية الصيدلة، في كلية العلوم، فبالتشاركية إن شاء الله بدنا نبدأ بمشروع إنتاج نباتات طبية تعد كمواد خام حتى نستخدمها في صناعة الأدوية الأردنية، نورد للشركات الأردنية هاي المواد الخام اللي لما ننتجها بظروف الزراعة المائية أو الهايدروبونيك سيستم راح ننتج منتجات عالية الجودة، آمنة، خالية من متبقيات المبيدات، فممكن تكون هاي بديل إلنا عن أي المنتجات اللي بنستوردها من الخارج واللي في كثير من الأحيان ممكن إنه تقل جودتها قليلا، فإحنا بدنا نصل لمنتج وطني إن شاء الله طبعا بجهود الجميع، منتج وطني بحيث إنه يكون عندنا مواد خام لشركات الأدوية الأردنية من أيادي أردنية إن شاء الله. مهندس، يعني الهدف هو خلق بيئة في هذه المنطقة وهي شديدة الملوحة وغير صالحة للزراعة، فنحكي عن البيوت البلاستيكية، يعني بدنا نحكي عن البيئة اللي أوجدتوها من أجل نجاح زراعة الخضروات، التكنولوجيا المستخدمة، يعني نطلع المشاهدين يعني خلينا يعني نطلع كيف إنه هذه المنطقة المالحة والأرض المالحة ممكن أنها تنتج خضروات بجودة عالية. حقيقة أخي عبد الله نقل التكنولوجيا هو من أحد أهداف الدولة الأردنية بشكل عام، وإحنا كمؤسسة حكومية جهة حكومية جامعة مؤتي ارتأينا إنه ندخل في هذا المضمار اللي هو ننقل هاي التكنولوجيا ونوطنها عندنا في بلدنا بسواعد أردنية. الزراعة المائية مفهوم المشروع اللي عندنا قائم على إنه إحنا نزرع نباتات بدون وجود التربة، في وسط غير التربة
هي معيق اصلا عندنا هون لانه ملوحه، بس لو اصلا ما كانش ملوحه كانت تربه عاديه بعيقنا فيها انه مرات السماد اللي بنضيفه كميات منه كبيره بتروح، ممكن التربه تكون فيها عناصر ثقيله تؤدي الى سميه في النبات. فاحنا الان بننتج في وسط اللي احنا بنستخدمه اللي هو قشور جوز الهند، هو وسط طبيعي من الطبيعه نفسها، بنضيف بنقوم بتحلية المياه لأن المياه مالحة جدا عندنا، بنقوم بتحليتها، بنغذي النبات بمياه محلاة مع أسمدة وفقا لخطة موضوعة لكل نبات. الفرق في المنتج اللي بيطلع من الزراعة المائية عن المنتجات الأخرى سواء بالحقل المكشوف أو الزراعة المحمية اللي هو عدم وجود التربة بيخلينا نقدر نتحكم بجودة الثمار، بجودة النبتة نفسها، وجودة الثمرة اللي طالعة عنا. الحمد لله في المرة السابقة كانت عنا انتجنا الثمار البندورة والفلفل والخيار والشمام، امتازت بأنها كانت مقاومة جدا للعمليات. مثلا في ثمار البندورة على درجة حرارة الغرفة قعدت عنا فترة طويلة دون ما تتأثر. أيضا الطعم هو يعني رجعنا في طعم ثمار البندورة إلى الطعم اللي احنا متعودين عليه كلنا في البلد، بنسميها البندورة البلدية اللي هي فيها شوية نسبة ملوحة، بالإضافة إلى أنها خالية من المبيدات وخالية من أي سموم لأنه احنا ما بنستخدم عمليات الرش داخل هاي البيوت. مهندس إن شاء الله يعني المرة القادمة يعني نطلع الأخوان المشاهدين ونخرج من داخل هذه البيوت البلاستيكية ويكون إن شاء الله مليئة بالخضار يعني من هذا بلدنا وخير بلدنا. شكرا مهندس، الله يعطيك العافية. نعم إبراهيم، ولانا يعني كما استمعنا هذه أرض مالحة يوفر بيئة مناسبة لزراعة الأصناف أو الخضروات بجودة عالية باستخدام أفضل أو كل التكنولوجيا الحديثة من أجل إنه هذه الأرض تكون يعني منتجة، مع أنها أرض يعني تعتبر بور وأرض غير صالحة للزراعة. لأنا إبراهيم يعني بعد قليل سأكون معكم من أحد مشاريع هذه المحطة وهي طبعا بستان النخيل، وسنتحدث بالتفصيل عن هذا البستان لأنه في غاية الأهمية، لأنه يعني في أصناف وراثية وتحافظ عليها، وأيضا البحث عن بيئات مناسبة لزراعة مثل هذه الأصناف من شجرة النخيل. نعم إبراهيم.